من اولها كده يا رضوى. معلش انا اسفه يا دكتور، اني ما جيتش امبارح. انا قلت انت غيرت رايك او لقيت شغل تاني. لا انا بس عندي مشاكل في البيت، بس خلصت على خير ان شاء الله. وعلى العموم انا راجل فير، مرتب اللي اتفقنا عليه انا عارف انه في الظروف دي مش هيكفي، هزودك كمان 1000 جنيه. بجد؟ بس عايز التزامي يا رضوى ما حصلش. ان شاء الله. رضوى، الفرص اللي زي دي ما بتجيش للناس كتير، الشاطر اللي يمسك فيها بايديه واسنانه وما يفوتهاش. مظبوط. تحب تحكي ايه المشاكل عندك في البيت؟ مفيش، جوزي عنده السكر واضطرينا نعمل عملية في رجله واستلفنا تمنها، ودلوقتي جه عليه حكم يدفع الحبس. لا أنا مش بقول لحضرتك كده عشان تفهم حاجة، لا سمح الله، حضرتك اللي سألت. أنا بس بقول لك كده علشان تعرف إن أنا مش بتنطط على الرزق وقد إيه أنا محتاجة الشغل. الدين عليكم كام يا رضوى؟ لا والله العظيم والمصحف أبدا. رضوى، الناس لبعضها، هديلك الفلوس وقسطهم عليك على كذا شهر، مش هتحس بيه؟ مش كده أحسن؟ يا دكتور أنا مش بقول لحضرتك كده علشان خلصيني بقى كامل المبلغ يا رضوى. طب الحمد لله، ربنا يستر يا رب ويكرمه زي ما كرم. ألوانة اللي كنت خايفة منه في الأول طلع أدب إيه واحترام إيه وذوق إيه، ربنا يخليه لمراته وعياله يا رب. أمين يا رب العالمين. طب بالله عليك، أنا مش قايل لك مالكيش دعوة بكلام الناس، ها؟ إن الناس على طول حاطة مراخيرها وتقف في مركب السايرة وبتتكلم على أي حد حتى لو طيب وأمير، زي الراجل الطيب ده، قلت ولا ما قلتش بالأمان؟ قلت وطلعت أنت اللي صح. مش زي الدكتور طاهر، متمشي في خدمة السنين، صحيح، آخر خدمة الغزة علقة. خلاص بقى ما تنسى، ربنا كرمنا من حتة تانية. روق بقى ما تشيلش هم. الحمد لله رب العالمين. تصدقي بالله يا رضوى؟ لا اله الا الله. والله العظيم انا هين عليا، اروح اشكر الدكتور بنفسي. لا 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 لا، الموضوع مش مستاهل، وهو كمان مش مستني شكرانيه من حد، ده هو حاجه تانية خالص. ايوه، انت عارف انا سمعت ان هو ابتداها من الصفر، ابتدى من تحت قوي، لحد دلوقتي ما بقى واحد من اهم دكاتره التجميل في مصر، ومتجوز ست هاي قوي قوي، وعنده عيلين زي الفل، عيلين في الجامعه. هما دول الناس اللي بجد، الناس اللي في قلوبها خير. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.